في البصرة تتواصل أزمة نفاد الأدوية من مستشفى الطفل للسرطان. نشط يتساءل عن مصير الأموال المخصصة للبصرة ويستغرب لماذا يتواصل الإهمال بحق الأطفال الذين يعانون بسبب نقص الدواء. المحافظة استلمت 4 تربيون من تظاهرات البصرة هذا اليوم. زين هاي المصاريف يعني مثلا الا تطول اعمار البصره، مثلا هو اعمار البصره شنو بس المخطط في الشوارع الباقيه، تريليون من اللي وصلت المركزيه نزل لمحافظه البصره واستلمها المحافظ، واول محافظ بالعراق من صارت السقوط لهذا اليوم هو يستلم هيك مباشر الفلوس. هاي الاطفال وهذا واحد من الاطفال يعني ما مستلم الجرعه اليوم، ما مستلم لان عندهم نقص. المستشفى ما مقصر، المدير ما مقصر، المديره ما مقصره. قادر الطب طبعا صراحة بقول لك لا ما مقصرين وشفناهم بعيننا ما مقصرين، بس شو الفائدة؟ النقص بالأدوية، هذا قبل اليوم جرعة نص اليوم ما وصل له، يعني يا حكومة البصرة المحلية الأخوة التجار الأخوة اللي الله يمكنهم دواء الباقي المحافظة اللي يعني الموجودة داخل المحافظة، وللعلم طبعا باقي المحافظات هم أطفال هنا الناصرية والعمارة الموجودين هنا، وطبعا يعني جاي يشاكون الحال لان تعرف طفل وامه وياه يجون يباتون هنا ياخذون اسبوع يصير تغيير، يعني بيج حاله شوي تعبانه، حاله جايه يوم على يوم الى انا اليوم. فنتمنى ان يعني اللي يسمع صوتنا هاي المناشده الى يعني الحكومه المركزيه، حيدر عادل عبد المهدي، كافه الوزراء، مجلس الوزراء المحليه، المحافظ، مجلس محافظه، مراعاه هذا الطفل وهاي الأطفال في المستشفى وهذا شهر رمضان.